نروح لموضوع آخر، موضوع متعلق بحساسية الطعام. حساسية الطعام طبعا هي مشكلة بتؤثر على قطاع كبير جدا من الناس اللي دايما بيبقى عندهم صعوبة في التعايش مع المرض ده، ممكن بسبب حاجات بسيطة جدا، ثمرة فاكهة، بسبب ساندويتش أو أي نوع حتى من الأكل، ممكن تكون حتى يعني أبسط حاجة من مكونات الطعام، يعني حاجات بسيطة جدا بتسبب مضاعفات وألم في البطن وتورم في الوجه يا شاذل. ده في كمان مشكله تانية يا جمانه، يعني احنا كنا نسمع دايما عن حساسيه الطعام دي ان هي بتيجي للاطفال من هم صغيرين ويبقى عنده حساسيه، لا في ناس بتكبر وتجي لها حساسيه طعام وهي عندها 20 30 سنه. عشان كده في باحثه مصريه فكرت في حل مبتكر، طورت ماده طبيعيه بتساعد مرضى الحساسيه على مواجهه مشكلتهم مع الطعام، وده اللي اهلها للفوز بمنحه من اليونسكو. خلينا نتعرف اكتر عن رحلتها لمعالجه مرض الحساسيه. معانا عبر الهاتف الدكتوره ايه عاطف، المدرس بكليه الصيدله بجامعه طنطا. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور، اهلا بحضرتك. يا اهلا بيك يا فندم. هي حاجه مهمه جدا ان احنا نفكر ان احنا لازم نوجد لها حل، ففي البدايه عايزين نعرف من حضرتك كده الرحله بدات امتى في مجال الصيدله؟ يعني ممكن تبقى بادئه بدري شويه، من سنه 2003 انا دخلت كليه الصيدله، اتخرجت سنه 2008، وبعدها بدات في الدراسات العليا سنه 2008 لسنه 2014، حصلت على الماجستير، وبعدها توقفت فتره لمده 5 سنوات، كنت مسافره خارج مصر، ورجعت في سنه 2019 بدات الدكتوراه، والحمد لله انتهيت منها في سنه 2021. بعدها قدمت على منحة اليونسكو، والحمد لله كنت من واحدة من الحصلات عليها. طبعا ألف مبروك. الله يبارك في أهلا بيكي. طبعا يعني خليني أسألك برضو في نقطة كده، في ناس شايفة أنه الحساسية يعني حاجة بنتعايش معها، مرض بنتعايش معاه، يعني مفيش يمكن الأبحاث المتعلقة بفكرة أن احنا نجد ليه حل مش متعارف عليها قوي. انت ايه اللي خلاكي تقرري ان انت تخصصي ابحاثك في مجال ايجاد حلول لمرضى الحساسيه؟ يعني زي ما حضرتك ذكرتي في البدايه، هي فكره اصلا حساسيه الطعام هي مش حاجه متعارف عليها قوي في المجتمع عندنا، مش ناس كتير عندها وعي بان ممكن طفل يكون عنده حساسيه، او ممكن طفل يكون ينفع ياكل اكل معين وطفل تاني ممكن ما ينفعش ياكل نفس الاكل. احنا كلنا متخيلين ان احنا لازم طبيعي ان احنا نقدر ناكل اي حاجه يعني. فاحنا من فتره طويله، من تقريبا من سنه 2011، كان ظهر في عيلتي حد من المقربين مني طفل صغير لسه مولود، وكان عنده شخص بان هو عنده حساسيه من اللبن. فساعتها انا شفت ان في معاناه يعني شديده جدا على والدته، ان هي تقدر تحاول تعرف هو ممكن ياكل ايه او ممكن ما ياكلش ايه، ان احنا تبدا تقرا المكونات بقى بتاعت الاكل قبل ما تاكله له، وفي نفس الوقت ازاي تقدر تفهمه ان هو ما ينفعش ياكل الاكل ده بالرغم ان هو شايف بقيه الاطفال بياكلوه عادي. فساعتها يعني بدأت أهتم شوية بحساسيات الطعام، وبدأت أقرأ عنها أكتر، لغاية يعني ما موضوع الشغل بتاعي في الدكتوراه كان ممكن يتطبق على يعني لمساعدة مرضى حساسيات الطعام. ففكرت في الفكرة دي، وكتبت مشروع بحثي وقدمته لليونسكو، والحمد لله يعني اتقبل وقدرت أحصل على المنحة. طيب عظيم. دكتوره ايه، هل كل اعراض حساسيه الطعام بالنسبه للاطفال بالنسبه للكبار حتى، كنا لسه بنتكلم ان في حد ممكن يوصل ل 20 30 سنه وبعدين يكتشف ان عنده حساسيه من حاجه معينه، فهل كل الاعراض عباره عن طفح جلدي فقط؟ هي حساسيات الطعام عموما يعني مش حاجه واحده، ومش كلها بتبقى من مكون واحد، ومش كلها بتبان في نفس الاعراض. في بعض المرضى بيكونوا بيعانوا من حساسيه، ودول بيجي لهم اعراض حساسيه ممكن تؤدي للوفاه لو هم اكلوا الحاجه اللي هي عندهم حساسيه منها. لكن المنتشر اكتر حاليا واللي بيبان اكتر زي ما حضرتك ذكرت مع السن الكبير بيكون هي عدم الاحتمال اكتر، يعني بيكون بسبب التعديلات الوراثيه اللي بتتعمل في الاكل بقى جسمنا مش بيقدر ان هو يتعامل مع مكونات معينه في القمح او في اللبن او
بسبب التغييرات الكتيره والمعالجات الكتيره اللي بيعملوها. عظيم. يعني دي تغييرات في الطعام نفسه يا دكتوره، مش حاجه كانت عندي مثلا ان انا ما اكتشفتهاش غير متاخر. بالظبط. لا، هي الفكره كلها ان في حاجات مثلا زي القمح، هو بداوا من فترات طويله بيعملوا له تعديلات وراثيه وتعديلات جينيه علشان يخلوهم مقاوم اكتر للعدوى، يزودوا الانتاج منه. ده بيخليه يبقى فيه مكونات جسمنا مش قادر يتعامل معاها، لان هو ما بقتش طبيعيه زي ما كانت طبيعيه قبل كده. عشان كده العالم متجه اكتر دلوقتي ان هم يعتمدوا على الغذاء الغير معدل وراثيا، لانه وجدوا ان الاطعمه المعدله وراثيا او المكونات الغذاء المعدله وراثيا مرتبطه ارتباط شديد جدا بظهور اعراض الامراض المناعه الذاتيه وحساسيات الطعام او عدم الاحتمال. طيب دكتور بقى، كلمينا عن الورقه البحثيه الخاصه بيكي وعن ماده البوليمرات اللي ممكن تكون حل المشكله، مشكله الحساسيه، حساسيه الطعام عند الناس. بالنسبه للورقه البحثيه الخاصه بيا، هي مشروع بحثي وليست ورقه بحثيه، يعني لم يتم نشرها الى الان. هو اليونسكو او الهيئه اليونسكو لما بتعمل الاعلان او عن التمويل الباحثات، ده بيكون بنقدم فيه مشروعات بحثيه مش ورقه بحثيه مكتمله. يعني انا بقدم فكره مشروع بحثي، وفي لجنه تحسين بتختار من المشروعات البحثيه المقدمه، وهي احنا حاليا في مرحله تطوير الفوليمر، يعني احنا شغالين فيه لسه، فهو لسه بحث غير مكتمل. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور آية عاطف، المدرس بكلية الصيدلة جامعة طنطا، وبنبارك لك كمان، إن شاء الله إن شاء الله تبقي كمان سبب في أنه يتم إيجاد حل مشكلة حساسية الطعام لدى يعني مرضى حساسية الطعام.